فرصتي ارد عليك واكلمك. عمرك شفت حد وانا قلت لك غلط؟ لا انا عمرك هو على فكره في لعيبه بتغلط. التيشيرت كابتن رضا في لعيبه النهارده اللعيب المفروض هات التيشيرت اللي وقع عليه القهوه والنبي يا انت يعني قهوه يا عم انا بنهرج مع الناس عارفه ان احنا بنهرج. لكن انا بكلمك في نقطه اسلام الاسطوره ده ان احنا بنتعلم منه وبقى قدوه للشباب قدوه للناشئين قدوه في الاعلام ان انا ما بغلطش ولا احنا هنعملها بقى في الاعلام ان انا بغلط اي لعيب سواء حسين الشحات كهربا شيكابالا اي لعيب في الدنيا انت النهارده بتغلط فانت مكشوف على الهواء. لكن انت ان انا بغلط واطلع اقول عليك اسطوره ازاي تيجي منين؟ يعني انت عايز كابتن رضا يعني انت عايز تقول ان الجيل الحالي في النادي الاهلي يفتقد او مفيش حد ده في الاهلي والزمالك ينفع لا في الزمالك في شيكابالا ينفع يتقال عليه اسطوره؟ لا ولا في الزمالك ولا في الاهلي لا شيكابالا موجود في الزمالك لا لا, لا. ماشي شيكابالا اسطوره فين عند الزمالكويه؟ لا شيكابالا اسطوره في الكره في مصر كابتن ده لا الاسطوره عندكم انتوا عندنا مين هو انا زمالكاوي ولا اهلاوي؟ في الزمالك اسطوره اسطوره ليه؟ اسطوره لانه مؤثر يا كابتن يا باشا مؤثر انا ما اختلفناش هو انت لا هو لعيب كويس ولعيب جيد لكن مش اسطوره هو انت النهارده لما تقول من لا كابتن ابو الدهب كابتن طب اشمعنى جماهير الزمالك يا كابتن انت بتخاطب جماهير الزمالك ولا جماهير الكره المصريه هو انت على ايه يعني انت حد كان يختلف على كابتن الخطيب في مصر ما حدش قال لك لا كلاعب كوره هو احنا قلنا لعيب كوره حد كان يختلف على كابتن علي ابو جريشه ثواني بس كابتن هو في حد يختلف على شيكابالا كلاعب كوره سلوكيا طب ما السلوكيه انت بتتكلم في السلوكيه انا بقول لك اهو ولا بتتكلم في لعيب كوره يا كابتن ابو الدهب لا انا في الكوره ما هو سلوكيا وفي الكوره يا كابتن انت واضح ان انت عالي قوي لا مش عالي لا بس انا بتكلم بس الحياه بتاعت ربنا ما تجيش واحد يغلط في الجماهير يعني يا سلام هو طب انت كمل بعيدا عن ان الكابتن رضا قاعد معانا هو الكابتن رضا من المؤثرين في تاريخ الكوره في مصر ولا لا؟ لا طبعا مؤثر تعتبره مش عشان هو قاعد تعتبره يعني ان لم يكن الاهم بس يعني من اهم اللاعبين في تاريخ الكره في مصر ولا لا؟ دي حقيقه. طب ليه ما بتعتبرش كبالا ثواني بس ليه ما بتعتبرش كبالا نفس الامر اخلاقيا؟ اخلاقيا ما انا مش بتكلم انا بتكلم انت حسام حسن اسمع بس بقى طالما اخلاقيا يبقى هتشيل الاسطوره من حسام حسن يا كابتن اصلا حسام حسن كان بيتحارب اصلا من زمايله يا عم ماشي وانت عارف الكلام ده ايوه كان بيتحارب من مين كان بيتحقد عليه وبيتحارب زمايله أيوة من مين يا كابتن يعني انا النهارده يا جدع حسام حسن اقسم بجلاله الله كان مقدم التخين الصغير ده مفيش كوره بتتلعب الا لما كانت تبقى لحسام حسن لما طلعتش انا ماليش دعوه بالكوره طب امال ليك بايه انا مش في الملعب حسام حسن كان في الملعب بيجبر اي حد يحترمه اي حد يا ابني ما قلناش لا بس هو انا بكلمك ان انت حسام حسن كان نجمه عالي جدا كان بعض اللاعبين طيب هو ما حدش اختلف معاك ما احنا بنقول لك اسطوره ده احنا اللي بنقول لك اسطوره بس يعني انت لما دخلتها في حته ثانيه حسام حسن بس احنا خدنا الحلقه على حسام حسن كان يمشي بالطريقه دي بعد الانجازات اللي عملها في النادي الاهلي كان يمشي بالطريقه دي هو كابتن ابراهيم والله دي وجهه نظر وجهه نظر مين وجهه نظر كابتن انا خلي بالك انا مش مختلف هل حسام حسن كابتن استنى بس واحده واحده طب ما انا مشيت وانت مشيت وشوبير مشي صح لا شوبير احتاج وطاهر ابو زيد يا حبيبي بالامر ما انت فاكر وطاهر ابو زيد لا احنا بنتكلم على جيلنا مالناش دعوه باللي قبلنا احنا بنتكلم على الناس اللي وليد صلاح مشي يبقى دي وهادي خشب مشي دي بقى حضرتك اللي انت بتقوله ده بيديك النادي الاهلي ما بيقفش على حد وما بيقفش